هل شاهدت مواقف مماثلة للموقف العبثي اللي احنا بنعيشه ده؟ مدير فني يجي يمسك ماتشين يتعمل مداخلة يمشي فيها يتقال لا احنا ما كناش نقصد، والراجل في الطيارة يعرف يبلغ الناس في مجلس الإدارة، المشهد ده بس اكيد اكيد ما شاهدتش وما اعتقدش ان انا ممكن اشهد يعني مواقف مشابهه للي احنا شايفينه ده. خليني اقول لك من البدايه، يعني اتفضل، انا كان ليا رؤيه خاصه قبل ما ايهاب يجي. يلا اتفضل. في ظل وجود كيروش انا في كل المداخلات وفي كل الحوارات اللي انا طلعت فيها في برامج رياضيه لما كنت بسال عن كيروش كنت بقول في بداياته انه قيمه لابد أن تستمر تحت أي ظرف، لابد أن تستمر طبعا طبعا، يعني ارجع لكل مداخلاتي وقيمة لابد أن تستمر تحت أي ظرف من الظروف. في نهاية مشواره وقبل رحيله سئلت، قلت أنه الراجل ده حط لبنة وبدأ يبني، سيبوه سيبوه، لأن احنا قضينا معاه مرحلة هي قد تكون الأصعب عند أي مدرب، وهو أنه يستكشف ويقيم ويبتدي يحط أساس. هو استكشف وقيم وحط إيده على حاجات كتيرة جدا، اللي جاي بعد كده بالنسبة له بالنسبة لقدراته بالنسبة لخبراته أسهل من اللي فات. صحيح. سيبوه ما سابوهوش، مشوه، خلي بالك مشوه، مشوه ما مشاش، مشوه طبعا، مشوه مشوه طبعا. فكل اللي حصل اتهد، وهيجي سين من الناس مصري اجنبي. حضرتك شفت هم لما اعترف الاستاذ جمال علام هم مشوه ازاي؟ شفت المشهد ده؟ هم مشوه دولارات عشان دولارات. كلام مهين مهين. الكلام اللي اوحش ان انا اقرا انه حد عايز يتبرع عشان يجيب لنا مدرب اجنبي. احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده. قد تكون هناك مساعده وارد، لكن لما انت تحط نفسك في الموقف ده وتقول اصل ما فيش دولارات، اصله احنا مديونين ب 600 مليون، احنا انا مش عايز اتكلم. لا، هل يجوز انه انا المدير الفني، انت حضرتك ماشيها بترتيب فانا مش عايز اقطع الترتيب ده لانه مهم بالنسبه لي، بس انا في الجزئيه دي هل يجوز ان انا عندي مدير فني مهما كانت النتائج ومهما كانت الاسباب والراجل لسه جاي بقاله ماتشين انه اتكلم عنه بالشكل ده؟ انا جبته، طب انت جبته ليه؟ اقول ان انا جبته عشان خاطر ما فيش دولارات؟ انا هقول لك. بعد رحيل كيروش والاتجاه للمدرب الوطني، انا عندي قناعه تامه بالكابتن ايهاب جلال. انا اعرفه على المستوى الشخصي، صحيح ما فيش يعني، لكن انا اعرف امكانياته وقدراته واعرف تربيته كانسان كبني ادم. ايهاب قد يعيبه ان هو مهذب زياده عن اللزوم في وسط لا يحتمل هذا هذه المواصفات. كلمة في منتهى القسوة. طبعا، لا، هو مهذب زيادة عن اللزوم ومتربي زيادة عن اللزوم، والوسط ده ما اللي زي ده ما يعرفش يعيش فيه بسهولة. خبر ابيض يا كابتن طلعت، ده لسه قايل يعني كان الكابتن محمد ابراهيم بيقول هو المؤدب بيتعمل فيه كده، ده حاجة دلوقتي بتقول هو مؤدب زيادة عن اللزوم. هلا انا ما اعرفش ان هل المؤدب زيادة عن اللزوم هيتعامل المعاملة ديت؟ ما دي مشكلة الطرف الاخر يعني. لما جه ايهاب انا قلت انه لابد وان اتحاد الكورة يحميه لانه انا عارف انه هيتحط في مطبات خلال مشواره قد لا يكون بالكاركتر بتاعه بمواصفات انه مهذب زياده عن اللزوم يبقى قادر على مواجهه هذه المطبات لوحده. فاتحاد الكوره طالما ان انت عندك قناعه بقدراته ابقى باكينج له واقف في ظهره في المطبات. بس هو انا ما اخترتوش عشان استراتيجيه، انا اخترته عشان ما فيش دولارات. دي مصيبه سوداء. انا يعني ما دي من الحاجات اللي الواحد ما اعرفش. كلام ما ينفعش يتقال. وما ينفعش يتقال من رئيس الاتحاد. وخلي بالك انا لما بقول رئيس الاتحاد فانا لا اعفي باقي الاعضاء من هذا الكلام، لان هم مسؤولين، ولو هم مش راضيين عن هذا الحوار يطلعوا يردوا ويقولوا ويواجهوا. لكن كون ان هم ما بيردوش على كلام الاستاذ جمال علام فده معناه ان احنا موافقين ضمنيا على ما لا احنا بنبرر، بس ما بنعتذرش، احنا بنبرر الكلام، يعني نقول انه لا اصل ما قصدش اصل هو استدرج، اصل هو ما اعرفش ايه، لكن ما بنعترفش انه في حاجات غلط حصلت، ما بنعترفش انه التصريحات غلط، ما بنعترفش انه القرارات جت اعتباطيه يا كابتن طلعت. ودي حاجه الحقيقه برضو بتشكل الناس في الشارع ما
مغلوله غلنا ومتضايقين. يعني يمكن حاجه بتقول في حاله غليان عند الناس طبعا، يعني فجرها ماتش اثيوبيا واتضحت للناس كلها. كيفيه التعامل بقى معاها، هل هو ده التعامل الامثل؟ يعني انا اخترت الكابتن ايهاب جلال ليه؟ انا بقعد اسال نفسي. مفيش مدرب في العالم جاء قعد 15 يوم ولا اسبوعين ومشي، وهو حتى لو كان ماسك فرقه في الدرجه الرابعه يعني مفيش كده خالص، مفيش كده خالص. فما بالك وهو بيختار لانه يبقى الهيد كوتش للمدير لمنتخب مصر. صحيح، زي ما انت بتقول، طالما ان انت اخترته فانت عندك قناعه بيه وعندك قناعه بقدراته. لو انت هتشيله بعد 15 يوم، طب انت اخترته ليه اصلا؟ صح، اخترته ليه من الاصل؟ يعني انا سمعت الاستاذ حسن مسكاوي امبارح، ايوه، وده اللي قاله، وانا عندي قناعه بيه 100%. انت لو اخترته وبعد 15 يوم بتشيله، فانت مسؤول عن قرارين غلط. الله ينور على حضرتك، مظبوط، عن قرارين غلط. ما ينفعش. اخدت القرار ده ليه؟ وبعدين بتاخد القرار ده ليه؟ مهم. في 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 عرف التدريب انا دايما اقول ان المدرب بيحتاج لزمن عشان يقدر يترجم افكاره. قد ايه؟ 10 ماتشات مثلا؟ بيحتاج 10 ماتشات، 6 ماتشات؟ نفترض من 8 ل 10 ماتشات. 8 ل 10 ده لو احنا بنتكلم ماتشات بترتيب معين في الدوري، لكن لو بنتكلم على تجمعات مختلفه، بنتكلم على كام تجمع مثلا للمنتخبات؟ محتاج على الاقل عن فتره زمنيه يعني بالنسبه للمنتخب ما لا يقل عن شهرين، من شهرين لشهرين ونص يعني. انا بتكلم من 8 ل 10 اسابيع. ايوه كويس؟ ايوه، لان المنتخب شغله غير الانديه التجمعات خالص. يعني يا دوب ال 8 او 10 اسابيع دول هو اللي يقدر يعني على الاقل يلم فيهم. فما بالك ان ايهاب ما اشتغلش كمان، ما اشتغلش خالص 10 ايام. ايهاب اشتغل يعني حسب معلوماتي خمس تمرينات. ده مش شغل مدرب، ده مش تدريب. مش تدريب، خمس تدريبات وتدخلني على ماتشين. كون ان هو يتحمل مسؤوليه الموقف ده، فده في حد ذاته شجاعه منه. ما ينفعش تعمل معاه اللي انت بتعمله ده خالص. اتخلقت حاله تعاطف كبيره جدا مع الكابتن، حتى اللي كانوا مختلفين على انه الكابتن ايهاب جلال يجي. خلق قرار اتحاد الكوره او التصريحات بتاعت اتحاد الكوره امبارح، خلقت حاله تعاطف غير طبيعيه مع الكابتن ايهاب جلال. حتى اللعيبه نفسها بدات تريزيجيه ينزل دعم انا عمري ما شفتها. انا ما شفتهاش، عمري ما شفتها. لعيبه المنتخب بتنزل دعم لمدير فني عشان خاطر اتحاد الكوره، قال تصريحات في حق المدير الفني، عمرنا ما شفناها. موقف انساني بعيدا عن الفنيات. موقف انساني، انت كانسان لازم تتعاطف مع البني ادم اللي بيتحط في الموقف ده. لحد قبل المداخله بتاعت امبارح، انا شخصيا عندي قناعه بانه لابد ان تستمر المنظومه وتبقى هي المسؤوله عن الاصلاح. وما اقول منظومه فانا اعني اتحاد الكوره والجهاز الفني للمنتخب الوطني. ان المنظومه دي لازم تستمر، بلاش نلعب فيها دلوقتي. نتيجه خلل حصل في 15 يوم ده ما يجرناش، لاننا بعد المداخله بتاعت امبارح وتكتشف القدرات الاداريه اللي موجوده على راس هذه المنظومه، انا قناعاتي اتغيرت 180 درجه. ياه. لا ما عندكش ثقه في اللي جاي. صح، يعني انا شخصيا ماليش دعوه. خلقت لي حاله تشكك اصلا. انا شايفك، هو ده تفكيرك؟ هي دي ارائك؟ هي دي استراتيجيتك؟ هي دي قدراتك؟ هو ده اسلوبك؟ اللي اوحش الحوار اللي دار ما بين رئيس الاتحاد السابق ورئيس الاتحاد الحالي. صحيح، والقاء اللوم. كل واحد بيلقي اللوم على الثاني فيما وصلنا اليه. موقف سيء جدا وعلى الهوى وفي برنامج، مش في غرفة مغلقة ومش في اجتماع مغلق. حاجات كتيرة تخليك تقول لا، اللي جاي ما ينفعش يستمر بهذا الشكل.